السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة طب 7 مينوت. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع جد مهم، تبعوا معايا من الاول حتى الاخر. بالنسبة لجوجل عملات واحد ميزة، وهذيك الميزة غادي تقدر تخرج لك على قناتك، لان عندها علاقة باثبات الملكية الهاتف ديالكم. اول حاجة غادي ديروا تبعوا هذه الخطوات، ما نطولش عليكم في الهضره. سيروا نيشان الحساب ديال الايميل، غادي في جوجل، تتمشيو جوجل كروم، يعني تتمشيو الهضره جوجل كروم، تضغطوا على الصوره ديال اللوغو ديالكم، ومن تنقروا عليه غادي تلقاو الحساب دوك تسعود المربعات. هذوك السعود المربعات غادي تلقاو اللوغو، غتبركو عليه من تحولوا على شكل بس باش يبان لكم مزيان. ملي تضغطوا عليه غادي تمشيو المعلومات هي، غادي تضغطوا عليها غادي تمشيو نيشان هبطوا لتحت، غادي تلقاو رقم الهاتف. ملي تلقاو رقم الهاتف ضغطوا عليه، نقروا عليه. ملي تكليكيو عليه غادي تبان لكم واحد التصويره، راه نحطها لكم. هاد الخطوات راه غادي نعاود نحطها لكم، ومن بعد غادي تلقاوها مفعله ولا ما مفعلاش. الا لقيتيها ما مفعلاش راه مزيان، الا لقيتيها لونها خضر مفعله زرها وخليها غير مفعله، على حسب شحال عندك. يا ربما يكونوا عندك حواسيب اخرى كلهم دير لهم هكا. علاش؟ غادي نشرح لكم المشكل فين كاين. حيت الا خليتيها مفعله تقول مزيان، اشنو غادي يطرى؟ نهار من نهار تبدل الحاسوب ديالك، او شي واحد يكون عنده داك الهاتف بعتيه، فتكون تابعه ديك الملكيه ديال داك الهاتف، او ربما الايميل ديالك. المهم الايميل عنده ارتباط برقم الهاتف. الناس اللي عندهم مثلا جوج قنوات، اغلبيه غادي يكون عندنا قنوات ديالها وادسنس هكا، وكل اللي عنده قناه قديمه ياك وفيها شي مخالفه وداكشي، وقناه جديده خدام عليها وخلا خدامه مزيان، فعندها نفس رقم الهاتف، بطبيعه الحال غادي يوقع ليه مشكل، غادي يقول ديما اثبات الملكيه، وغادي تبلوكا لك الحساب. هذاك الشيء علاش تخليها غير مفعله، لان غدير لك مشكل. حتى القنوات اللي يلاه بيدفعوا المراجعه خاصهم هاد النقطه بالضبط يخليوها غير مفعله، باش ما تخلقش لهم مشكل في اثبات الملكيه. راه هذا هو المشكل اللي حاصل حتى في الدول الاخرى مثل مصر، ما تلق فاش تدفعوا القناه المراجعه فتتقبل من المرحله الاولى اللي هي 1000 ابوني 4000 ساعه، كاين المرحله الثانيه ديال ادسنس، ولكن من مراقب منين تبغي تقبل تيقولوا لهم اثبات هويه الرقم اثبات الملكيه ديال رقم الهاتف اللي واقع في شحال من واحد فيه مشكل. فحيد هذيك الخاصيه، حيدوها وديروها غير مفعله، باش ما تبلوكاوش لكم، ما يوقعش لكم بلوكاج، وما يكونش شي واحد الا عنده شي ايميل يكون عنده الهاكر. هادشي كله ديروا حمايه القناه ديالك ولا الادسنس ديالك، ما تخليش شي فجوه فين الواحد يدخل لك الايميل ديالك ويولي عنده الحق فيه. انا الرقم مرتبط بالملكيه ديال هذاك الحساب، فحاولوا ما امكن تخرجوا مثلا داك الحساب ديالكم اللي فيه، او لا من احسن ديروه غير مفعل. الا درتوه غير مفعل راه قضيه صافي، راه امنت ديك الساعه ما خصنا لا شلاقتوها خليها. راه بالنسبه حنا للقنوات اللي عندنا ديال يوتيوب تدير لك مشكل، اما اللي ما عنده سوق ما عنده لا قناه لا والو فدبر راسو، ماشي مشكل. غيكون اغلبيه عندهم حساب واحد، ولكن حنا كيوتيوبر راه منشئ محتوى ضروري عندنا ايميلات كتار، وعندنا ايميلات اللي مهمين اللي هما القنوات ديالنا والادسنس، وكاين اللي عنده جوج ادسنس وربطهم برقم واحد. فاذا فعل هاد الميزه فغادي تكون ماشي غير تكون مشكله، قنبله كبيره موقوته غادي تفرقع عليه تما، غادير ليه الروينه، تقدر تسد تبلوكي ليه، ما يقدرش يدخل القناه ديالو ولا الادسنس ديالو. فهاد النقطه حيدوها وديروها غير مفعله. ودابا دخلوا الفيديو وشوفوا الطريقه كيفاش تدخلوا لها بالتطبيق العملي.
اول حاجه تدخلوا على جوجل تتلقاو سعود النقاط. هذه الحاله الا لقيتوا سعود النقاط راه يعني دخلتوا على شكل حاسب، والا دخلتوا على شكل هاتف عادي غادي تضغطوا على اللوغو ديال الصوره ديالكم كما تشوفوا في الفيديو. من بعد غادي تلقاو عاوتاني واحد الجمله سميتها جيغي فوتخو كونت دو جوجل، خدمات نتاع اداره الخدمات. غادي تلقاو هذه الصفحه بحال هذا الشكل هذه، شوفوا ليا اللي على اليسار جيغي لي دوني دو كونت، غادي تبركوا عليها. هذه موريتها لكم دابا بالسام، تضغطوا عليها كما دخلتوا الهاتف. دابا تنوريكم الطريقه غير من الهاتف، من الحاسوب راه نفس الشيء. من الحاسوب غادي يعطيك الصفحه بحال هكا مباشره، بس تضغطوا على اللوغو ديال القناه ديالكم، ومن بعد غادي تلقاو المعلومات الشخصيه ها هي مكتوبه الفوق، ماشي هذه اللي بالزرق لي دوني اللي حداها. تنقروا عليها و سيلو شويه ما ركز عليها دابا هذه، ومن بعد هذه سميتها المعلومات الشخصيه. من بعد ما نضغطوا عليها غادي نمشيو الرقم الهاتف، نقروا على رقم الهاتف غادي تلقاوه في التحت، ابطال تحت تلقاو رقم الهاتف وغادي تلقاو ها هو الرقم تيكون الفوق ها الجهاز. وها هي الميزه انا لقيتها غير مفعله فخلوها هكا، الا لقيتوها خضراء او المهم لونها زرق، الا لقيتوها شاعله طفيوها بحال هكا ردوها قري فبرماديه. بالنسبة اللي عنده مشاكل إثبات الملكية الهاتف بالنسبة للأدسنس وقناة جديدة يلا دفعت المراجعة، فأنا ديما تندير واحد الخطوة كنت نديرها ديما وتنصح حتى الزملاء اللي معنا تنقول لهم قبل ما نصاوبوا الأدسنس خاص شري رقم جديد، تنشروا رقم جديد، والأغلبية فينا تكون عندهم هاتف آخر عادي. مهم تكون أغلبية ما يمكنش منشئ محتوى عنده غير تليفون واحد فقط، ضروري تكون على الاقل عنده هاتفين على الاقل. فتنفضل انه ياخذ رقم جديد يشريه ويدير حساب ادسنس برقم ديالو بوحدو، لا قدر الله هذاك الرقم وهذاك الرقم تنديروه ما تنساوش دوك النقاط اللي تنذكروهم، هو حساب الاسترداد. حساب الاسترداد هو ما تدير ايميل ديال القناه، يعني بالنسبه لحالات الى ضاع لك التليفون هكا تترجع للقناه الاخرى اللي في التليفون الاخر. نفس بالنسبه للقناه كيكون حساب استرداد ديالها هو الادسن ورق، بحالات الى ما بغاو ما قبلوش الرقم اللي شريتيه جديد حط لهم الرقم ديال القناه الاول ديالك وراه غادي تقبل اوتوماتيكمون. يعني انا الحمد لله ما تلقاش هذا المشكل، وديما تنصحهم كاين اللي تتقبل لهم داك الرقم الجديد اللي شراو، كاين اللي تتقبل لهم ديك هذا تتقبل لهم الرقم ديال القناه اللي داروا. ايضا ديما ركزوا على هاد الحوايج، دابا راه غادي تولي حتى هاد الميزه تزاد على هاد القضيه حساب استرداد. على ما اي ايميل صوبتو ديروا له حساب استرداد كيف ما بيكون، وهاد الميزه ديروها باش ما يوقعش لكم المشكل. كل حساب حليتو اشنو اثبات الملكيه وديك الروينه كلها، وهانتوما الى دخلتو وطبقتو الخطوات اللي قلت لكم باش تشوفوا هاد الميزه واش مفعله وما او غير مفعله، ما تنساوش تكتبوا لي التعليقات من دخلتو اشنو لقيتوها واش مفعله او غير مفعله، ولا لقيتوها لونها اخضر فجروها ردوها لونها رمادي فورا، ما ترددش ما تسناش لان غادي دير لك مشاكل كثيره انت في غنى عنها. والى اللقاء، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، وضروري لايكات لانه هو اللي يزيد من التفاعل ومن نشر الفيديو، لان اي واحد عنده قناه ما تدخلوش عليه بهذه المعلومه. وبارطاجي بارطاج بارطاج بارطاج. والى اللقاء.